طيب هبدأ دلوقتي أجهز مع حضراتكم وصفة السنجاري. هعملها كده في بولة صغيرة. أهم حاجة واللي خدته نصيحة ولازم أحترمها، إن هما ما بيقطعوش البصل ولا الطماطم في الكبة، بيعملوها مبشورة. فبياخدوا كده الطماطماية وبياخدوا معاها البصلة، شوية ثوم. بصوا بقى يعني ايه، وصفات بسيطة بس تاكلوا وتستمتعوا بطعم السمك اصلا. شوية بقى من الخضرة اللي هي ايه، عود كرفس، شوية شبت، شوية بقدونس، شوية كزبرة، حطوا من التلاتة اللي يريح حضراتكم. طيب انا مش هحط شطة، هحط من الفلفل ده لانه بيبقى بصراحة جميل قوي، وهو نوع من الاتنين، يا اما هنحط معلقة شطة ودي اختياري، في ناس بس بتدي طعم طول ما هي قليلة، يا اما هنحط الفلفل الحار بتاعنا. كزبرة جافة، كمون طبعا، وعندي معلقه كده كبيره من الصلصه. معانا دينا، اهلا وسهلا يا دندون. ازي حضرتك يا سيف، عامله ايه؟ اهلا بيك يا روح قلبي. وحشتينا جدا والله، متعلقه دايما يا حبيبتي. يا رب سعيدك يا روح قلبي، اهلا بيك يا روح قلبي. احنا النهارده مبسوطين قوي بالمنيو الجميل بتاع حضرتك، دايما كده يعني شهي ولذيذ. تسلمي لي حبيبتي والله، كلك ذوق، ولو ليكي انت اي اقتراح قولي لي عليه فورا. لا ازاي ده، احنا بنستنى والله الحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعمليها. حبيبتي تسلمي يا رب وتعيشي، شكرا ليكي. انا بس ممكن اسال على حشوه السبرينج. حشوه الايه؟ قولوا لي بسرعه، قالت ايه؟ حشوة الايه، ما لحقتوش تسمعوا؟ يا ريت تتصلي تاني يا دينا بعد اذنك، عايزه اسمع كنت حابه ايه. حشوة الكريمه، لما انا لازم اعرف كريمه ايه. بصوا بقلب الخلطه الحلوه دي. الاضافه بقى اللي اتقالت لي ونصيحه يعني اشكر عليها الناس اللي بتقولها، قالوا لي بنحط معلقه مستردة، بتدي طعم قوي للخلطه دي مع السمك السنجاري اللي بيتعمل في المحلات. فانا اهو، وبصراحه هم اكلهم كان رائع في المطعم ده، انا اكلت فيه. فيعني بصوا بقى دي الوصفه الاساسيه، بيعملوا ايه بقى فيها. انا هجيب كده مع حضراتكم صاج. بسم الله. عندي طريقه من الاثنين، اما ان انا الصاج ده لو انا هحط السمكه مباشره على الصاج، في ناس بتحب تجيب ورق الفويل وتحط فيه السمكه وتلفه كده، انا مقدمه بالطريقه دي، بس انا هعمله بالطريقه العاديه اللي تتعمل في كل الدنيا، بس بيحطوا قبلها رشه ملح كده، بياخدوا رشه ملح كده في الصاج عشان الجلد. طبعا احنا ايه، الجلد مش يعني ما يمسكش في الصاج، ونبقى احنا ايه امننا السمكه لما نيجي نشيلها. وبعدين هاخد السمكه كده، طبعا البوري ده بوري اهو، سمكه بوري بتتفتح مش من البطن، بتتفتح من الظهر، بتتقص كده ونحط جواها بقى الخلطه بتاعتنا. الخلطه الاولى دي بتدخل بيها السمك الاول الفرن، فرن عادي خالص اهو، بصوا فرن عادي خالص ومروحه، ما فيش شوايه ولا حاجه، نسيبها شويه كده. وبعدين نبدا لما تطلع بنروح خلطين شويه الخضار، هم بنفس التركيب، هم بيعملوا ليها خلطتين، خلطه ناعمه زي اللي انا عملتها مع حضراتكم دي الاساسيه، وخلطه تانية بس بيبقوا مقطعين الخضار هو نفس اللي حطيته في الخلطه دي، بس متقطع كده شرايح جوليان علشان ايه، يحطوه على وش السمكه بعد ما تتشرب هي الخليط ده وتدخل يعني تتطعم بيه اللحم بتاع السمكه. بصوا انا اهو حطيتها اهي، هدخل بقى السمكه دي كده زي ما هي الفرن، مسخناه عندي درجة 200، هحطه على الشبكة في النص وهسيبه لما تشد شوية وتبدأ السمكة كده ايه تدخل على التسوية بتاعتها، هروح جاية حاطة آخر حبة اللي هم فيهم، أجملها بقى شرايح ليمون، شوية طماطم، شوية بس من الخلطة اللي هي فيها الخضار شوية مش مبشور باين زي ما حضراتكم شايفين في المقادير كده. أدخل دي بقى جوه هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيبها بقى تاخد شويه الوقت بتاعها، مثلا حوالي يعني 10 دقائق 12 دقيقه. هنبدا نطلع معانا زينب، اهلا وسهلا. السلام عليكم زينة، يا زينة وحشتيني جدا يا شيف عظيم. يا روح قلبي انت كمان وحشتيني، لازم تروحي معايا البيت بقى، مش المفروض تعملي كده ولا ايه؟
تيجي بقى معايا تروحي نقعد نلعب بقى بالليل. انا كان نفسي اوريكي التطبيقات بتاعتي. طب ما تبعتيها لي بقى عشان تيجي معايا في المسابقه اللي هنعملها، ايه رايك؟ طب ابعتها فين؟ ممكن تبعتيها على الصفحه بتاعتي الشخصيه شريف عظيمه حمدي بالعربي، ممكن؟ واكتبي لي كده انا زينه ودي تطبيقاتي. انا كنت اوكي، انا كنت عاوزه اعرف طريقه عمل حشوه الفينج رولز اللي هي بتاعه الخضار. حالا اقولها لك دلوقتي حالا من عندي ولعندي. تسلمي لي يا روح قلبي، سلمي على ماما كتير. طيب انا طبعا هوري حضراتكم بس الرز، بصوا كده هندي تقليبه بالشوكه بسيطه قبل ما نطلع للاستراحه. بصوا كده بسم الله، او ما تقطعوا مش هعمل اي حاجه. على راحتك يا فندم، على راحتك، اتفضل. بسم الله اهو، الريحه طبعا روعه. هنسيبه بقى يتشرب بقيه التشريبه الحلوه بتاعته، وتعالوا بقى ايه نستسمع حضراتكم، هنطلع استراحه وهنرجع يعني بعد الاستراحه لمفاجاه حلوه في الشوط الثاني. اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم وكل متابعي قناه الاهلي والنادي الاهلي. اسمحوا لنا نطلع استراحه وفي انتظار حضراتكم.